سلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مشاهدينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية، وما أجمل خلق الرفق. وأنا عارف أن حضراتكم زي دلوقتي يعني بنشوف قد إيه عظمة الدين وعظمة سيدنا النبي وكل شيء بالرفق. تخيل إيه أقوى لقطة في حياتك؟ أفكر كده، أقوى لقطة إن أنا بين يدي الله، يعني بجد، يعني أنت بتقول الله أكبر، فأنت واقف قدام ربنا، قدام ربنا ما حدش يكلمك بقى، ولا موبايل يرن، ولا حد ينادي عليك. ليه؟ انا مع الملك، من اراد ان يكلم الله فليصلي. انا بكلم ربنا، اللي بكلم ربنا ما حدش يكلمه. تخيلوا احنا بنصلي، النبي يقول ايه؟ اللهم صل عليه. يقول لينوا بايدي اخوانكم، يعني لو انا بصلي وحد شدني يمين شمال اتشد معاه وانا واقف بين يدي الله. ياه، يعني انا لين وانا بين يدي الله. طب خلصت الصلاة ما بقاش ألين؟ المفروض بقى ألين. قلنا الرفق بالنفس، الرفق بالضعفاء، الرفق خد بالك من اللي جاي ده، بالرعية. ايه الرفق بالرعية ده؟ يعني انت رب أسرة، ترفق بزوجتك وولادك، مش على الرايحة والجاية. يعني بلاش وانت بتكلم ولادك كده، انا بتكلم عن نفسي، بلاش وانا بكلم ولادي اقول لهم ده انا كنت الاول على الفصل، انا عمري ما غلطت، ده انا عمري ما لعبت، ده انا عمري ما السلام لي، انا مين ان شاء الله؟ كنت معصوم انا وانا صغير يعني مثلا ولا ايه؟ لا مش للدرجه. مساله ان انا الاب المثالي، انا كنت الطالب المثالي في كل حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. بالراحه على عيالك، غلطوا بتفوت مرتين وتعاتب مرة، تفوت 3 4 مرات وتعاتب مرة، شوية كده وشوية كده. الرفق في التربية، الرفق انت رئيس مجلس ادارة، الموظفين اللي عندك غلابة خد بالك منهم يا اخي، السائق اللي شغال معاك. انت عارف النبي قال على الطائفة من اخواننا اللي بيعاونونا، دي اسمهم اللي بيعاونونا، قال إخوانكم خولكم، الخدم دول إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، زي ما بلبس ألبسه وزي ما باكل أأكله، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. أوعى تكلفه فوق طاقته، تبقاش الدنيا الصيام والجو حر، روح يا ابني هات كذا، ودي كذا، جيب كذا، ما تخليهم مشوار واحد وخلاص. هو وراه إيه يعني؟ ورا ان انت قاعد في التكييف وهو عمال يلف على كعب رجليه. قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. ده ربنا ما بيكلفناش فوق طاقتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، ما تكلفش حد فوق طاقته. الشيخ اللي واقف على المنبر وبيخطب اقول له ترفق بالناس، فالمأموم اسير الامام ففكوا اسره. كانوا مشايخنا كده يعلمونا في الازهر الشريف، يقول لي يا ابني اللي داخل عندك الجامع ده قاعد مقرفص كده وقاعد مربع بيسمع لك خطبة الجمعة، ما تخنقوش بقى. المأموم أسير الإمام ففكوا أسرى، يعني الخطبة خير الكلام ما قل ودل، إنما لو درس بقى خلاص الدرس هو براحته، ويقوم في أي لقطة مش عايز يكمل هيمشي، إنما خطبة الجمعة هيروح فين؟ شوف. ختاما أيها الأحباب، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، أن نتحلى جميعا بالرفق واللين كنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.